كما قلت لكم يا أخوانا، ونضع الموازين ليوم القيامة، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال له الوزن يا أخوانا، هذه مهمة، مثقال حبة من خردل. ووجب أن يعلم الناس اليوم ما حبة الخردل وما مثقالها التي يعلمنا الله قسطه بها. ما حبة الخردل يا أخوانا؟ ما حبة الخردل؟ حبة الخردل كما يعرفها العرب إيتي بشعيرة، شعيرة جزئها 80 جزءا، الجزء من 80 هذه حبة الخردل. طيب دينار ذهب النبي، دينار الذهب مثقال أيام النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ في حسبة الناس اليوم بالأعجم 4 جرامات وربع، اتفقنا؟ هذا المثقال كان يبلغ عند العرب 72 شعيرة، فالثنتين وسبعين شعيرة 4 جرامات وربع، بالتالي كم الشعيرة؟ بتقسم 4 جرامات وربع على 72، الناتج قسمه على 80، الجواب 7 على 10 آلاف من الجرام. فحبة الخردل مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، هذا ميزان، المثقال ميزان، نضع الموازين القسط. فحبة الخردل كم مثقالها؟ إيتي لما تقولوا أنتوا جرام، جزئه 10 آلاف جزء، 7 منه هذه حبة الخردل، 7 من 10 آلاف هذه حبة الخردل. إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. عرفتوا يا أخوان؟ واضح؟